والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد. باقة من الأخبار الاقتصادية وأخبار المال والأعمال بصحبة مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا محمد عبدو. شكرا هبة حسين. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية. وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء، مشددة على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم والمستحق له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي بواقع 5 أرغفة يوميا وبإجمالي 150 رغيفا شهريا بسعر 5 قروش للرغيف دون أي انتقاص. اهتمام غير مسبوق بالحرف اليدوية تشهده الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، وتوفر تلك الحرف التراثية فرص عمل للشباب وتساعد على تمكينهم اقتصاديا، ما دفع بالدولة لتشجيع إنشاء المعارض بجميع المحافظات وعلى رأسها محافظة مطروح. جهود حثيثة تبذلها الدولة لدعم الصناعات الحرفية والتراثية، حيث تحرص الدولة على النهوض بهذه الصناعة التي تسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة. وفي محافظة مطروح افتتح المحافظ خالد شعيب معرض الصناعات الحرفية والتراثية بواحة سيوة، وذلك في مركز الصناعات الحرفية بسيوة، حيث يأتي المعرض تحت رعاية محافظة مطروح ووزارة التنمية المحلية من خلال مشروع أيادي مصرية. النهارده بنتفقد المعرض المنتجات ومعرض التراث والحرف اليدويه من خلال مركز تدريب الحرف اليدويه والتراث في سيوه. بنشجع ابنائنا وبناتنا ومنتجاتهم. النهارده ان شاء الله المعرض يعني حقيقه الواحد سعيد بالمنتجات اللي عاملينها الشباب والبنات. ويضم المعرض عددا من المشغولات اليدويه لعدد من العارضين من جميع محافظات الجمهوريه من اجل الحفاظ على البيئه وتشجيع الشباب ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم. معانا ناس مشاركة من محافظات تانية، وده دعم للسياحة. بنشكرهم جدا على اهتمامهم بالهاند ميد ومجال الهاند ميد معانا. النهاردة بشارك في المهرجان في سيوة، دعم السياحة في سيوة. أنا نازلة بمنتجات جلد طبيعي هاند ميد 100% من أول الصبغة، من أول ما بشتري الجلد من التاجر أنا اللي بصبغ، أنا اللي بحط ديزاين، أنا اللي برسم، أنا اللي بلون، وأنا اللي بخيط لحد المنتج ما بيطلع زي ما حضراتكم شايفين كده. ويأتي معرض الصناعات الحرفية والتراثية بواحة سيوة ليجسد اهتمام الدولة بهذه الصناعات، مما يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية، فضلا عن فتح أسواق تصديرية للخارج. في أسواق المعادن النفيسة استقرت أسعار الذهب عند 1754 دولار للأوقية، أما محليا فارتفعت أسعار الذهب لتسجل 1217 جنيه بالنسبة لعيار 18، وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1450 جنيه، بالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1624 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب الذي وصلت قيمته إلى 11440 جنيه. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط مع انخفاض السيولة بالسوق وسط قلق بشأن الطلب الصيني والجدل حول وضع الغرب سقفا لسعر الخام الروسي. هذا وقد تراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2% لتبلغ 83 دولار و63 سنتا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 2.1% لتسجل 76 دولار و28 سنتا للبرميل. هذا وقد انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.98% لتصل إلى 3.21 دولار للتر، كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بنسبة 3.89% لتسجل 7.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رفعت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من مستوى سالب بي بي إلى بي بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. أشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف الائتماني جاء نتيجة للتحسن الملحوظ في الأداء المالي للدولة وتحسن أداء ميزان المدفوعات في إطار الخطة المالية متوسطة المدى للحكومة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.
أظهرت بيانات زيادة عدد متسوقي الجمعة السوداء في جميع أنحاء بريطانيا بنسبة 3.7%. كانت الزيادة بقيادة المتاجر الكائنة في الشوارع الرئيسية، وارتفع الإقبال بسبب التجمعات لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم. لكن البيانات أظهرت أن عدد المتسوقين في يوم الجمعة السوداء لا يزال منخفضا بنسبة 21.3% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا. في الولايات المتحدة الأمريكية هيمن التضخم على عروض الجمعة البيضاء، وأكدت مؤسسة سيلز فورس الأمريكية المعنية بتعقب المبيعات عبر الإنترنت استجابة التجار الكبيرة لتقديم عروض أكثر جاذبية رغم إحجام الكثير من المواطنين عن الإنفاق. تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب في ارتفاعات بأسعار المواد الغذائية والإيجارات والبنزين والضروريات الأخرى التي هيمنت على العروض التجارية داخل الأسواق والمتاجر الكبرى في شهر نوفمبر الجاري. وبينما يبحث المتسوقون الأمريكيون عن أفضل العروض في المتاجر وعبر مواقع الإنترنت المختلفة، يقدم تجار التجزئة خصومات جديدة لإغراء المستهلكين المتحمسين لبدء شراء هدايا العطلات، غير أن التضخم ما زال هو المهيمن على الأمر. وكالة أسوشيتد بريس أكدت أن الكثير من المواطنين أصبحوا أكثر انتقائية ويحجمون على الإنفاق حال عدم حصولهم على تخفيضات كبيرة، بينما يفضل البعض اللجوء أكثر إلى المدخرات أو التحول إلى خدمات الشراء الفوري مع الدفع في وقت لاحق، والتي تسمح بالدفع على أقساط أو تشغيل بطاقات الائتمان الخاصة بهم في وقت قرر الاحتياطي الفيدرالي فيه رفع أسعار الفائدة لتهدئة ركود الاقتصاد الأمريكي. مؤسسة سيلز فورس الأمريكية المعنية بتعقب المبيعات عبر الإنترنت أشارت إلى استجابة التجار الكبيرة للزبائن من خلال تقديم عروض أكثر جاذبية عبر الإنترنت بعد تقديم خصومات باهتة في الغالب في وقت سابق من الموسم، كما لفتت إلى بلوغ متوسط معدل الخصم في الولايات المتحدة على جميع السلع عبر الإنترنت نسبة 31% خلال عطلة عيد الشكر، ارتفاعا من 27% في العام السابق. انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة، ونعود لاستكمال ما تبقى فيها من أخبار مع هبة ومحمد. أشكرك مصطفى.